خربة تطويل، ولعل الصورة أبلغ من الكلمات. لتفيق هذه المنطقة على تجدد الاعتداء عليها من قبل محتل غاشم، استباح الأرض ومن عليها. لم تكمل هذه العائلة ليلتها الأولى في مسكنها الجديد الذي أعيد بناؤه بعد هدمه من قبل الاحتلال قبل أسبوعين، لتصحو اليوم على كابوس تجسد بواقع أليم على وقع أصوات جنود الاحتلال وجرافاته التي هدمت المسكنة للمرة الثانية. البنانة هنا وبكانا قاعدين في الخيمة ما نزلناش عليهم، بس اليوم ليلة بس نمنا فيهم واليوم جهدون. يعني شوف انت ما عينش في النظر، يعني بيجوا بهدوا البيوت علينا وبدهم يحاولوا يهججونا من المنطقة هاي، يعني عشان اللي خليلهم إياها، بس هذا منهم وراء يعني عبث تالي يطلع من البلاد هاي واللي خليهم من المناطق هاي يسلمهم إياها. يعني لو بدهم يهدوا لبني احنا اليوم يهدوا بسرعة مش مشكلة. وكانت خربة طويل الواقعة جنوب شرق نابلس قد اقتحمتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وشرطته لتهدم فيها 3 مساكن كان قد أعيد بناؤها حديثا بعد عملية هدم الاحتلال لها قبل أيام معدودات، كما هدمت 3 خزانات وبئرا للمياه ووحدات صحية متنقلة. وحتى الخيام التي يسكنها هؤلاء المواطنون تم مصادرتها في رسالة تظهر الوجه القبيح للاحتلال الذي يحارب أبسط مقومات الحياة لهذه العائلات المتجذرة هنا منذ مئات السنين. وبعد عملية الهدم اللي تمت قبل 3 أسابيع تدارك الناس في بلدة عقربة وجمعوا تبرعات وأعادوا بناء مجموعة غرف للسكان الموجودين هنا لإعادة إيوائهم، لكن للأسف اليوم صباح اليوم كان في هجمة جديدة وهدم لما تم إعادة بنائه. زي ما حكينا المسلسل مستمر، لكن الناس المتضامنين أهل البلد يعني واقفين جنب المزارعين هون ومصرين على أن يبقوا في أرضهم ومصرين على دعمهم حتى النهاية. فرغم صعوبة الحياة في ظل هذا الكم الهائل من الاعتداءات السافرة بحق هذا المكان الذي يمثل حارسا أمينا على ما يقارب 30,000 دنم من أراضي المواطنين، إلا أن صمود من يسكنها سيبقى أكبر من كل محاولات الترويع والتهجير. اليوم يظلوا هدوا وإحنا بنظل نبلي. ريم العملي، تلفزيون فلسطين.